ويلكم تو ماي شانل ليتس ليرن انجلش توجذر. اهلا وسهلا بكم اعزائي في قناه لين تعلم انجليزيه معا. اليوم ان شاء الله فيديو جديد دائما مع سنوات الاولى ثانوي تحضيرا للامتحانات ان شاء الله. اذا اليوم فيديو مهم جدا تابعوني للاخير، ولكن قبل ان ابدا لا تنسوا الاشتراك في القناه وتعليق باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديد. اضافه الخبر المفرح دائما وهو انشائي لموقع لنتعلم انجليش حتى تجدوا كل ما اضعه من ملخصات اضافه للوضعيه الادماجيه والامتحانات التي اطرحها في هذا الموقع. ساضع رابطه في صندوق الوصف، تقوم بالاطلاع على هذا الموقع سيفيدكم كثيرا في خاصه الملخصات. اعلم ان اغلب التلاميذ يحتاجون الى الملخصات لتساعدهم في تسهيل الدروس، وهذا ما قمت به. قمت بملخصات ستجدونها بشكل بي دي اف حتى الوضعيه الادماجيه على شكل بي دي اف على الموقع، يمكنكم تنزيلها او طباعتها. اذا let's start، لنبدا. اعزائي كما اخبرتكم سابقا اليوم ان شاء الله فيديو مهم جدا لسنوات الاولى ثانوي. لماذا؟ سنتحدث اليوم على الوضعيات الادماجيه التي ستطرح، او ساقترح عليكم ثلاث وضعيات ادماجيه مهمه جدا قد تطرقتم اليها في الدروس. سابقا كنت وضعت الفيديو الاخير حول السي في اور كاريكولم فيتاي، وهي السيره الذاتيه. شرحت ما معنى السيره الذاتيه، المراحل او الاجزاء الموجوده فيها، ما هي الامور المهمه التي يجب ان تكون في السيره الذاتيه. ثم تشكلنا مع بعض وضعيه ادماجيه والتي هي عباره عن طلب عمل. كيف اطلب عمل؟ مثلا وجدت او قرات في عبر الانترنت عن منصب عمل واود الالتحاق به، كيف اقدم ذلك الطلب وكيف اقدم السيره الذاتيه او كريكولوم فيتاي او ريزيومي. اذا كل هذا في الفيديو السابق، ساضع الرابط لمن لم يشاهده في صندوق الوصف يمكنكم العوده اليه. اليوم سنتحدث عن مواضيع مهمة أخرى، وهي سنتحدث عن الانترنت. سنتعرف على الانترنت لأنه كثير من الوضعيات الإدماجية في السنوات السابقة كانت الوضعية الإدماجية حول الانترنت، أي ما هي إيجابيات الانترنت أو سلبياتها أو ما هي فوائدها إلى غيره. هي إدماجية أخرى أيضا اقترحتها، How you create an email، كيف يمكنني إنشاء إيميل أو حساب إيميل. هذه الوضعية الثانية. أما الثالثة وهي my favorite social media، ما هي أفضل وسيلة تواصل بالنسبة لك؟ أي نحن نستعمل الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما هي أفضل وسيلة تواصل اجتماعي بالنسبة لك؟ إذن كلها سنراها اليوم في هذا الفيديو. كما قلت سابقا تابعوا الفيديو للآخر. إذن نبدأ أولا بالإنترنت. إنترنت، أولا نبدأ بتعريف للإنترنت. The internet influences the world of communication and the society. So how it influences؟ إذا الإنترنت أثرت على العالم أو عالم المواصلات والمجتمع، ولكن كيف ذلك أو كيف أثرت؟ من جماليات الوضعيات الإدماجية أعزائي في اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أنك تبدأ المقدمة على شكل سؤال. هذا يعتبر من جماليات كان الأساتذة سابقا يخبرون بهذا الموضوع، لأنها تبين مهارة التلميذ في الوضعية الإدماجية. لذلك هنا قلت لذا كيف تؤثر أو كيف أثر الإنترنت على العالم والمجتمع. إذا الآن نبدأ بـ firstly. ماذا قلنا عن firstly؟ هي sequencers، هي منظمات أو مرتبات للوضعية الإدماجية، لأنك ستعطي بعض الأفكار حول الإنترنت. إذا firstly أولا أو نقول first، it allows people in distant places and from different countries to communicate and exchange information through computers. إذا ماذا فعلت الإنترنت؟ هي مكنت، allows معناها مكنت الناس من أماكن بعيدة ومن مختلف الدول حتى تتواصل وتتبادل المعلومات من خلال ماذا؟ الحواسيب. أولا بدأ الإنسان بالتعرف عن الحاسوب، لذلك تمكن الناس من التواصل عن طريق الإنترنت ببعضهم البعض عن طريق الكمبيوتر أو الحاسوب. ثم ثانيا secondly people can use internet at home, work and school. إذا الناس يمكنهم استعمال الإنترنت في المنزل، في العمل وحتى في المدرسة.
إذن هو يوجد في كل مكان، ليس حكرا فقط على المنزل أو مثال في المدرسة فقط، مع أنه كان سابقا يستعمل فقط في الحكومات، أي هو خاص فقط بالدولة، ولكن بعد تطور الوقت ماذا أصبح؟ أصبح الإنترنت موجود في كل مكان، حتى وأنت خارج المنزل في هاتفك يوجد الإنترنت. Furthermore, they learn a lot of things such as send email. إذن إضافة إلى ذلك furthermore معناها إضافة إلى ذلك تعلموا، أي they تعود على people، هم تعلموا أشياء كثيرة مثل such as معناها مثل send email، إذن مثل إرسال إيميل. Even shop on the internet، حتى التسوق عبر الإنترنت. نحن نعلم أنه انتشر ظاهرة في الآونة الأخيرة وهي التسوق عبر الإنترنت، إذن هي سهلت الأمور حتى في المنزل. Thirdly، ثالثا، internet is source of information، إذن الإنترنت هي مصدر المعلومة أو مصدر المعلومات. People can get them when and where they want in short time، إذن الناس هنا قلنا أن الإنترنت هي مصدر المعلومة، الناس يمكنهم الحصول عليها أو الحصول على المعلومات متى أو أين أرادوا، أي وفي وقت قصير. إذن هذا هو التأثير الإيجابي للإنترنت. قلنا هنا أن الإنترنت هي مصدر المعلومات وأصبح الناس يمكنهم الحصول على تلك المعلومة في أي مكان أو في أي زمان وحتى في وقت قصير. الآن كخاتمة، finally even if internet is very useful، حتى ولو كان الإنترنت مفيد جدا، but we should be careful to how we use it، إذن ولكنه يجب عليك نصيحة في خاتمة، علينا أن ننتبه أو علينا we should be careful، علينا أن ننتبه لكيفية استخدام هذه الإنترنت أو use it معناها استخدامها، حتى لا استعملت هنا it حتى لا أكرر كلمة الإنترنت كثيرا. إذن أعزائي هذه هي الفقرة أو الوضعية الإدماجية الخاصة بالإنترنت، هي بسيطة جدا، استعملت فيها أفعال بسيطة يمكنكم الاحتفاظ بها، خاصة بالنسبة للمقدمة والخاتمة مفيدة جدا وسهلة الحفظ. الآن نذهب إلى الوضعية الإدماجية الثانية وهي عبارة عن سؤال How you create an email؟ إذن يمكن كما قلت في الوضعية الإدماجية أن يضع لك أولا في النص عبارة عن إيميل، يعطيك مراحل إيميل، ثم يعطيك أنت السؤال في الأخير وضعية إدماجية كيف أو في رأيك كيف يمكن إنشاء إيميل. لذلك علينا ننتبه هنا عندما نستعمل إيميل معناها يجب أن تنتبه جيدا في استعمال sequencers، أي المنظمة، وهي first، second، ثم then، next، finally، etc. هذا مهم جدا. إذن to create an email you should follow the following steps، إذن لإنشاء إيميل عليك أن تتبع المراحل التالية. First you have to switch on the computer، إذن أولا عليك أن تشعل الحاسوب. من ماذا؟ من أين نشعل الحاسوب؟ From the unit central، إذن من الوحدة المركزية. نعلم أن الحاسوب لديه unit central وهي الوحدة المركزية الخاصة أو التي فيها كل المعلومات الخاصة التي تظهر لنا في الشاشة، لذلك يكون إشعال الحاسوب من الوحدة المركزية. Next، الآن استعملت next، التالي أو بعد ذلك. You must، يجب. هنا أعزائي أيضا نستعمل the link words وهي have to، obligation. لماذا obligation؟ لأنه إذا لم تستعمل أو تشعل الكمبيوتر مستحيل أن تعمل بذلك الحاسوب. إذا لم تشعل الكمبيوتر لا يمكنك إرسال إيميل أو حتى اللعب في هذا الكمبيوتر إلى غير ذلك، لذلك استعملت have to وهي obligation الإجبار. ثم استعملت you must أيضا هي للإجبار نوع آخر، بدل أن أستعمل have to أغير قليلا، لأن ما يسمى الإطناب هو يجعل الفقرة مملة. إذن you must to go to internet service provider، الآن نذهب إلى الإنترنت أو مزود الإنترنت مهما كان لديك، كروم، أوبرا، إكسترا، كلها يمكنك استعمالها. Then click on email option or icon، إذن يمكنك الآن ثم then معناها ثم
اضغط على اختيار الإيميل. إذن اختيار الإيميل أو أيقونة الإيميل. From menu من القائمة. إذن بعد أن شغلت الإنترنت لديك، استعملنا مشغل الإنترنت، الآن تذهب إلى أيقونة الإيميل. After that بعد ذلك you need to click on sign in. إذن الآن تحتاج إلى الضغط على كلمة دخول and enter ID and password. ثم بعد ذلك أدخل الاسم التعريفي لك وكلمة المرور. Finally ختاما أو في النهاية if you want to send a message. إذن الآن إذا أردت أن ترسل إيميل ماذا تفعل؟ From send a message رسالة من الإيميل from email you have to click on new message. إذن دائما في الإيميل لدينا الواجهة أو الصفحة الأولى والتي يكون فيها على اليسار إذا كان بالفرنسية أو بالعربية على في الجهة اليمين لدينا عبارة عن إطار صغير موجود فيه new message إذا كان باللغة الإنجليزية، وإذا كان بالعربية يقول لك رسالة جديدة. تضغط على رسالة جديدة or new message then click on send. هنا عندما تضغط على new message على رسالة جديدة تكتب ما لديك من المعلومات، ثم إذا أردت إرسالها تضغط على send والتي تكون في أسفل الإطار الخاص بالرسائل. إذن أعزائي هذا هو how to create an email، كيف أو كيفية إنشاء إيميل. هذا الفقرة الثانية والوضعية الإدماجية الثانية مهمة جدا، عليكم أن تركزوا. وكما قلت سابقا أهم شيء في كيفية إنشاء إيميل أن تستعمل sequencers، لأن العلامة التامة أو أغلب العلامات أو الأستاذ هنا يركز كثيرا على sequencers، كيف تستعمل sequencers أو المنظمات أو المرتبات. الآن أعزائي نذهب إلى my favorite social media، أفضل وسيلة تواصل اجتماعي بالنسبة لي. هنا بالنسبة لك هي اختياري. مثال أنت تحب الانستغرام، هناك أشخاص آخرون يستعملون الفيسبوك، يفضلون الفيسبوك، هناك أشخاص يستعملون التيك توك إكسترا. إذن ماذا سنختار نحن؟ إذن لدي هنا I use many social media applications. إذن أنا أستخدم الكثير، أستخدم العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، but I prefer using Instagram because. إذن هنا لماذا طلب منك أن تختار أفضل وسيلة التواصل الاجتماعي حتى تستعمل prefer، ومعناها أفضل أو أحب، يمكن استعمال I like، ولكن انتبه بعدها يأتي الفعل مضاف له ing، أي يأتي الفعل هنا gerund. I prefer تصبح أفضل استخدام أو استعمال إنستغرام because. أنا أفضل استعمال حساب الإنستغرام because، لأنه. ثم أبدأ أشرح لماذا. First Instagram becomes a famous application in the world. إذن الإنستغرام أصبح تطبيق مشهور جدا في العالم. So I can contact anyone around the world. لذلك أو لذا يمكنني التواصل مع أي شخص في العالم. Then it is easy means than other. إذن وهو وسيلة، means هنا ليس بمعنى ولكن هنا معناها وسيلة، ولكنه وسيلة. Then it is ثم إنه وسيلة، وسيلة سهلة. قارن السهولة بين إنستغرام وباقي الوسائل other applications والتطبيقات الأخرى. And the best thing it makes me learn any language in short time. وأهم شيء أو أفضل شيء هو جعلني أتعلم أي لغة في وقت قصير. Because all best language teachers لأنه كل أساتذة اللغات are on Instagram، لأنه كل أساتذة اللغات موجودة على الإنستغرام. لذلك عندما أجد الشخصية المهمة أو البارزة التي تعلم اللغات بشكل جيد في مكان ما، إذن علي التوجه حتى تكون اللغة بالنسبة لي بسيطة وسهلة. Also كذلك أنا أيضا أعطي تبرير لماذا أنا أفضل إنستغرام. Also I can always get the news about the world anytime. أيضا يمكنني الحصول على الأخبار عن العالم في أي وقت. إذن هنا قررت لماذا أو أعطيت حجج
لماذا أنا أفضل إنستغرام بهذه الطريقة؟ قلنا استعمال sequencers، أيضا prefer, love or enjoy etc. Finally, all media are useful. إذا كخاتمة أو ختاما، كل وسائل التواصل الاجتماعي هي مفيدة. But we take care in use them. ولكن علينا توخي الحذر في استخدامها. إذا أعزائي، هذه هي ثلاث وضعيات إدماجية بسيطة جدا، وكما قلت هي كثيرة الاستعمال في امتحانات الفصل الأول، لذلك للشعبتين الأدبية والعلمية، لذلك علينا الانتباه جيدا لها وحفظها. هنا بسطت كما قلت الوضعيات بشكل سهل، استعملت الأفعال البسيطة والسهلة، حتى ترتيب الجمل كان مبسط جدا. إن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم. إذا كان هناك أي استفسار فقط اتركوا لي فيه التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديدي، ولا تنسوا الاطلاع على الموقع الجديد لنتعلم انجليش، ستجدون الوضعيات الإدماجية على شكل PDF ستفيدكم كثيرا. إلى اللقاء، goodbye.